عسلامة. اليوم باش نوريكم كيفاش نجمو تستعملوا الميك اب ريموفر بان اللي هو لو ستيلو دي ماكيون تاع لاغام ستوديو. دونك وقت اللي تبداو تماكيجو وتراو رواحكم اللي غلطتوا ولا عملتوا حاجة مش كيما حبيتوها وتحبوا تصلحوها، ما تخافوش، تنجموا تصلحوها وتنجموا تقدوها. دونك تاخذوا لو ستيلو نتاعكم دي ماكيون و vous allez démaquiller le trait d'eyeliner ولا le fard ولا le crayon اللي عملتوه غلط وتحبوا تصلحوه كيما تشوفوا فيها هكايا. Donc, بعد كل utilisation, يلزم bien sûr تنظفوا le stylo démaquillant تاعكم. C'est très simple, juste تعديوه هكا تمشيوه وتجيبوه sur le Kleenex. Bien sûr, بعد نجمو vous retoucher votre travail. Donc, باش تعاودوا تعملوا l'eyeliner تاعكم, تصلحوا le correcteur, تصلحوا le fard à paupières. هذايا كله بعد ما عملتوا le stylo تاعكم. إذا كان عملتوا ان روج على ليفر وظهر لكم اللي فوز افي ديبوردي وخرجتوا من بلاصة شفايفكم وخرجتوا على لو كونتور نتاع شفايفكم، كيف كيف تنجموا تصلحوه بالستيلو دي ماكيان. دونك كيف كيف تجيو سور لا سيرفاس اللي نتوما ظهرت لكم زايده وغالطه و فوز الي انفي لو سيربلو دو برودوي اللي حطيتوه. بعد كل utilisation bien sûr باش يقعد ستيلو ديما نظيف وديما يديماكي بروبرمون يلزم ديما تنظفو. ومن بعد بيان سور فوز الي روتوشي فوتر ترافاي. فوالا كان تحبوا ديزاستيس اخرين نيزيتي با ان نو لي ميتر ان كومونتير. ا بيانتو.